ولكن كان عندنا مباراه بيراميدز، ودايما كده عندنا حاجه اسمها مغالطه رجل القش. ايه يا رجل القش؟ انا هجيب حاجه كده انسجها بايدي انا وهي مش موجوده في الواقع، وابدا احطها قدامي وابدا ارد عليها واعمل حوارات عليها. دي بتحصل دايما مع النادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله من اعلام منافس يبدا يحط ضغوط وعراقيل في سكه النادي الاهلي، لكن الحمد لله النادي الاهلي في السيناريو الدوري المحلي مختلف تماما عن سيناريو العام الماضي، ومركز في الدوري مع افريقيا. يمكن افريقيا تركيز اقل بسبب النتائج، وصلنا لاربع نقاط من اربع مرات، ولكن انت متصدر جدول الدوري، انت محقق 30 هدف في 10 مباريات بمعدل 3 اهداف في المباراه، انت فقدت نقطتين فقط لغير امام فيوتشر، انت بتفوز على المربع الذهبي بالكامل بنتائج ثقيله، الزمالك بتفوز عليه بخمسه، سموحه بتفوز عليه باربعه، فاركو ايضا بتفوز عليه باربعه، وبتفوز على المقصه باربعه، انت فزت على نتائج كبيره، وبيراميدز اخيرا بثلاث اهداف للا شيء. ولكن البعض كان قبل مباراه بيراميدز بيفكرني بالبعض قبل مباراه الهلال السعودي اللي فضلنا سنتين تقريبا بنتكلم اصل الاهلي خايف يلاعب الهلال، اصل الاهلي خايف يلاعب الهلال، اتنقلت محليا اصل الاهلي مش عاوز يلاعب بيراميدز، اصل الكاس بيتاجل عشان الاهلي وبيراميدز، وموضوع كبير جدا. تعالوا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد الفيديو، عشان عاوزين ندمر بقى يعني مغالطه رجل القش دي. في ذاك الوقت الدوله قالت ان الدوري هيرجع القديم مش الجديد، القديم فاكر؟ دلوقتي الكاس ولا حد بيتكلم انه يتلغي ولا فرقه خالص، يعني مفيش مشكله. عشان عارف ليه؟ عشان الزمالك هيلعب مع اسوان في الدور قبل النهائي، والاهلي هيلعب مع بيراميدز في دور الثمانية. احنا كنا عايزين ماتش الدوري يتلعب مش ماتش الكاس. لا ما انت بتهزر ولا ايه؟ احنا عندنا دلوقتي، طب هقول لك حاجه، من ساعه ما بيراميدز لعب مع الاهلي وكسب الاهلي تمام، في ماتش ما تاجلش لبيراميدز والاهلي؟ لا في الغالب كله تاجل، يعني كله تاجل. ده اول ماتش في الكاس، الكاس الاولاني خالص اللي بيراميدز تاجل انتقالات صيفيه وشتويه، او شتويه وصيفيه حاجه كده، يعني صيفيه شتويه وبعد كده تلعب بعد الانتقالات الصيفيه. فاكر في بدايه السيزون الجديد اللي الزمالك كسب بيراميدز في بدايه السيزون الجديد، والماتش ده كان اللي تاجل الحقيقي اللي تاجل هو ماتش فيوتشر. راح جه يوم 26 خلاها فيوتشر وتاجل ماتش بيراميدز، واجل ماتشات من الجوله اللي بعديها للاهلي ولفيوتشر كمان، والفرقه اللي هي كانت بتلعب فيوتشر قبليها بالظبط. ماشي مش هنتكلم كتير. كمية مغالطات اتقالت في الفيديو ده ما بين قديم، ما بين قديم وجديد وحديث، الدوري ده والدوري اللي فات والدوريات اللي قبلها، وفكرة تأجيل المباريات. خليني أوضح نقطة مهمة جدا، من أول ما نادي الأسيوطي أصبح اسمه نادي بيراميدز، أول مباراة مؤجلة باتفاق الفريقين ما كانتش فيها الأهلي خالص، بالعكس الاهلي كان عنده مباراه بيراميدز في دوري موسم 2018 2019 يوم 21 او 22 سبتمبر 2018، في التوقيت ده النادي الاهلي كان عنده مباراه الاهلي وحوريه كوناكري. الاسبوع اللي بعده او بعد 10 ايام بالظبط كان في مباراه يوم 2 اكتوبر بين الزمالك وبيراميدز، والاهلي كان عنده مباراه هو وفاق سطيف في نصف نهائي افريقيا. اتقال من رئيس نادي الزمالك وقتها انا مش هلاعب بيراميدز قبل ما الاهلي يلاعب بيراميدز، وافق فريق بيراميدز، اتاجلت المباراه بدون اي سبب، وان كان تم وضع السبب اصل الاهلي بيلعب يوم 2، ومع ذلك فريق بيراميدز لعب مباراه اخرى مع منافس اخر غير الزمالك يوم 3 اكتوبر. وهنا دي مغالطه رجل القش، لو في مباريات بتؤجل لاسباب تخص الفريقين فبالتاكيد الاهلي مش طرف في الموضوع ده، ولما اتاجلت مباراه النادي الاهلي كان لتعارض مواعيدها مع مباراه حوريه كوناكري في 21 سبتمبر 2018 بالتاريخ وبالهدوء، ومن اول ما بدا نادي الاسيوطي يتحول لنادي بيراميدز. نقطه ثانيه مهمه جدا وانا حابب اركز عليها، انا بشكر الكابتن محمود البنا لانه الحكم الاكثر عداله، مش بتكلم عن عداله كامله ولكن على الاقل هو افضل حكم في تاريخ مواجهات الاهلي وبيراميدز، وبما ان في جزء من العداله اتحقق في مباريات الاهلي وبيراميدز قدر يفوز النادي الاهلي 3-0. في مباريات اللي تعرض فيها الاهلي للهزيمه امام بيراميدز تاكد بخبراء التحكيم بالكامل ما كانش في اي عداله تحكيميه موجوده في المباراه دي، والتاريخ موجود ولا داعي لذكر هذه الامثله حاليا ولكن اتكلمنا فيها كتير. فلما تواجد جزء من العداله ان الاهلي فاز بثلاثه، فبالتالي مفيش اي داعي للخوف. النقطه الثانيه، الاهلي لما خسر في كاس مصر
اتقال ان المباراه اتاجلت. لعبنا مباراتين في الدوري، مباراه فاز بيها ريني فايلر بنذكركم 2-1 بعد ما كان بيراميدز متقدم في الدقيقه 55 بهدف لعلي جبر، قدر النادي الاهلي يعود مره ثانيه. ومباراه الدور الثاني اعتقد كان اكثر السعداء يا فارس بالتعادل، بيراميدز موسمين هو نادي الزمالك لان كان بينافس وقتها على المركز الثاني وقدرت تخليه يلعب افريقيا صح، ومع ذلك كمان انت فنيا في المباراه دي كنت اعلى بكتير جدا، كعدد منك كتير من المباراه بالظبط. فبالتالي فين التاجيل اللي اتقال؟ نيجي بقى لمباراه الموسم ده قبل ما تبقى رجل قش جديد مع بيراميدز. مباراه الاهلي وبيراميدز كانت في الاسبوع الثامن، لجنه المسابقات قالت هنلعب الترتيب بتاع المباريات في مواعيدها. فالترتيب في الاسبوع السابع مباراه الاهلي وفيوتشر يوم 22 ديسمبر، ويوم 26 ديسمبر الاهلي وبيراميدز. جه النادي الاهلي اتحدد من الكاف مباراه السوبر الافريقي مع الرجاء يوم 22 ديسمبر. اللي حصل كالاتي، وممكن نعرض الصوره من الحاج عامر حسين، قال مباراه فيوتشر هتبقى يوم 26 ومباراه بيراميدز هتبقى يوم 30 ديسمبر. وده اللي حصل وكان مكتوب بوضوح في حاله تاجيل امم افريقيا. وانتوا عارفين قد ايه اتكلمنا في موضوع امم افريقيا، وليس كل ما يعرف يقال من المهندس احمد مجاهد. 30 ديسمبر واعتقد واضحه فارس، وتقام هذه المباراه في حاله تاجيل بطوله الامم الافريقيه، وده اللي ما حصلش. قامت امم افريقيا وجاء اتلعبت امم افريقيا، فبالتالي كان تاريخها 9 يناير، قبل 14 يوم كان لازم فيه معسكر. شفنا بعد كده ان كروش قال محدش قال لي او محدش كلمني، طلع الحاج عامر حسين قال اول مره مدير فني يعني يعترض على ان هو راحت فرقته. لكن الجهه المقابله بقى، ما انا هعمل لك ايه؟ بص العصفوره اللي هو ايه؟ بص على الاهلي وبيراميدز. طب ما تيجي نبص على الزمالك وبيراميدز بوضوح شديد جدا، نفس الترتيب. الزمالك كان المفترض يلاعب فيوتشر في الاسبوع العاشر ثم يلاعب بيراميدز في الاسبوع ال11. الزمالك فعلا لعب فيوتشر وخلصت المباراه 3-2. المفترض المباراه اللي بعدها يا حلوين تبقى مباراه مين؟ بيراميدز. سهله جدا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المباراه اللي بعدها جت مباراه الجونه. طب ليه ما لعبتش مباراه بيراميدز؟ لا، وانا ما ينفعش في قواعدي العب مباراه الزمالك وبيراميدز قبل ما العب الاهلي وبيراميدز. صحيح. ادي يا فارس الجدول. الزمالك وفيوتشر ده كان الاسبوع العاشر، والاسبوع ال11 البيراميدز اف سي والزمالك باستاد الدفاع الجوي، وطبعا ده اللي ما حصلش. اللي حصل ان فيوتشر اتلعب المباراه في، لا الاهم بقى يا فارس ان بيراميدز جاله ايه؟ جاله منافس اخر يلعبه، ما تلعبش الزمالك على ما ممكن نقول كان بيراميدز مشغول، لا احنا هنا مش ما تلعبش الزمالك، فهنجيب لك منافس اخر تلعبه بعدها بيوم وهو المقاولين العرب. فبيراميدز بدل الزمالك بالمقاولين العرب. انا عايز افهم هنا التغيير ده كان بداعي ايه؟ الزمالك لاعب فيوتشر وبيراميدز لاعب المقاولين العرب، قال لك بداعي الترتيب تمام. اللي بعده بقى هو اللي مش مفهوم. طب انت جبت الجونه ليه يلعب مع الزمالك وما جبتش بيراميدز؟ اصلا انا حطيت بالظبط، اصلا انا حطيت مباراه الاهلي وبيراميدز المؤجله من الاسبوع الثامن. اذا الحاج عامر حسين كان حريص كل الحرص ان مباراه الاهلي وبيراميدز اللي في الاسبوع الثامن تلعب قبل مباراه الزمالك وبيراميدز في الاسبوع ال12. انا ما عنديش مشكله ان يكون ده من نوع من انواع تكافؤ الفرص، وهنا هتفق كمان معاه، لكن انا عندي مشكله انك تسوق للمتلقي ان النادي الاهلي بيتخوف من لعب مباراه بيراميدز، والتاجيل بيتم لمباراه الاهلي وبيراميدز، وده على ارض الواقع مش موجود. على ارض الواقع مش موجود، ولكن اللي موجود ايه؟ فكره دايما محاوله خلق إن النادي الأهلي عنده حاجة بيحاول يتجنبها. النادي الأهلي بيحاول يتجنب اللعب في الإسماعيلية. كلام شفتوه كتير جدا، وهي دي نفس الفكرة، أصل يا جماعة ده مش حدث استثنائي ولا حاجة بتتردد، طول الوقت لازم النادي الأهلي عنده مشكلة إن هو يلعب في الإسماعيلية، مع إن إحنا قلنا إن النادي الأهلي وعلى لسان الحاج عامر حسين قبل كده إنه طواعية عنده القدرة إنه يقدر يجيب موافقة أمن القاهرة على مباراة الإسماعيلي وإنك تلعبها هنا، وأنا طبيعي أقول لك إن أنا لأ. ماليش علاقة خالص بفكرة الإسماعيلية بيتوافق ولا لأ، لأن دي أمور تخصك زي ما يخصك إنك بتلعب أنت والمصري في استاد برج العرب. لأ، لقينا وقتها نفس الفكرة بتترصد ونفس الفكرة بتتحط ونفس المغالطة بتتبني، مع إن النادي الأهلي حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص اللي هو مش مفترض إن هو يقبل بيه، وافق إن هو يلعب المباراتين في برج العرب أو أيا كان يعني اسم الملعب المحايد. دي فكرة. بيراميدز هو الفكرة الجديدة. تعالى بقى
ليه فكرة جديدة؟ ما اتبنتش لأي أسس منطقية، اتبنت لمجرد إن أنا بستغل الظرف. نتائج بيراميدز مع النادي الأهلي بعد ما بقى اسمه بيراميدز، وأنا من الناس اللي مقتنعة بكده، يعني في ناس تقول لك أنا عارف فكرة تغيير الاسم، وفي النهاية أنت بتاخد النادي المختلط هو الزمالك هو أيا كان اسمه، ولكن أنا لا، أنا راجل موضوعي جدا بقول لك بعد ما بقى عنده إدارة جديدة وبعد ما بقى في قوة جديدة مختلفة تماما تنافسيا. جه بقى ايه؟ بص النتيجة واخلق منها كذبة، بص للنتيجة ان في تفوق في عدد المواجهات المباشرة، يبقى النادي الاهلي مش عايز يلعب. طب ولا مرة كان دي حقيقة الامر، ولا مرة الوضع كان ليه علاقة بده. حتى كاس مصر دايما بيتردد فكرة ان الكاس مش هيتلعب، كاس مصر اللي احنا لسه كنا بنكلمكم في الفكرة اللي احنا اساسا كلامنا واضح مننا ان احنا رافضينها. ده انا قلت الاهلي من المتضررين، ده كلام واضح اهو. فتعالى اقول ان كاس مصر ده مش بيتلعب ليه؟ عشان لمجرد ان النادي الاهلي هيقابل نادي بيراميدز. طب هل النادي الاهلي ليه اي حاجه تخص الكلام ده؟ هل النادي الاهلي قال اي حاجه فيما يتعلق مسابقه الكاس القديم، ولا قال تعارض مواعيد؟ النادي الاهلي ما علقش على الموضوع اطلاقا. يبقى الموضوع استغلال فكره النتيجه. ولو رحنا وشفنا معاكم تحكيميا هيبقى معانا حاجات لمباريات كان النادي الاهلي افضل فيها فنيا وافضل في كل حاجه، وزي ما شفنا فكرة هدف واليا أو ضرب الجزاء محمد شريف أو غيره، وبآراء التحكيم نادي الأهلي بيتحرم. إذن لازم تريح دماغك كده وتقعد وتاخد نفسك وتعرف إن مفيش داخل القارة فريق النادي الأهلي يهابه. وإنت شفت بنفسك تجربة الهلال السعودي، وشفت بنفسك إن النادي الأهلي لما لعب وحقق رباعية وعمل إيه، وكانت سيطرة النادي الأهلي إيه وقدرته إيه. عشان كده بقول لك ولا خارج القارة. صحيح، انت قلت داخل القارة، مش عايزين نخليها على الاطلاق يعني، ما تبحدحهاش قوي كده ولا خارج القارة، ما تبحدحهاش قوي كده. لا حقيقه انا وقفنا قدام بايرن ميونخ اللي ما كانش بيقف قدامه حد. والله يا اسامه انا فعلا اللي عايز اقف عنده الفقره، احنا وضحنا حاجات فيما يخص تفصيليه جدا فيما يخص حتى المباريات وادارتها من اتحاد الكره ازاي، بس كمان المفهوم العام بتاعت فكره النادي الاهلي عايز يتجنب فريق. ما يا جماعه معلش، بيراميدز من وقت ظهوره حقق بطوله ايه؟ ما حققش حاجه. أنا اتمنعت من إيه؟ الإسماعيلي في عز وجوده وأنا بروح ألعب في الإسماعيلية وبكل حاجة، النادي الأهلي مكتسح وبني. هتقول لي أصل الجيل و2005 وأنت خدت من الإسماعيلي، وقصة ردنا فيها 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مسابقة الدوري العام المصري موسم 1949 48 49، تسع بطولات ورا بعض النادي الأهلي البطل، والإسماعيلي موجود والمحلة موجود وكل الفرق موجودة. الترسانة. فإذا طبعا تنافسيا وقتها، ولكن إذا أنت عندك النادي الأهلي يا جماعة هو القاعدة، هو الاستثناء برضو، هو القاعدة أنه هو البطل وهو الاستثناء في الحاجات اللي محتاجة حد يحقق الاستثناء. فما تجيش تقول لي بيراميدز وما بتروحش الإسماعيلية والكلام اللي كله أنت بتحاول تجري وراء أي سراب تحس فيه أن النادي الأهلي قيمته أقل من أي فريق آخر، وده لن يستقيم أبدا ولن يحدث طالما النادي الأهلي موجود في الكرة المصرية. هو قدرك، ارضى بقى وسلم بيه، لان في وجود النادي الاهلي الكل بيبحث عن المرتبه الثانيه. نيجي بقى لفيديو بيرد وبيلخص كلام كتير جدا على لسان الحاج عامر حسين وهو بيتكلم عن مباراه الاهلي ومباراه بيراميدز، ونشوف قال ايه ونرجع معاكم. بقول لحضرتك احنا لما طلعنا جالنا مباراه السوبر الافريقي وكان الجدول ماشي يوم بيوم مفيش اي مشكله، جات مباراة الأهلي يوم 22 وده كان ميعاد مباراة فيوتشر، مباراة فيوتشر اترحلت إلى 26. وبيراميدز لأن وقتها كان في لغط إن بطولة أفريقيا هتتأجل مش هتتأجل، هتتلعب هتروح شهر 6. فعلشان الأندية ما تمشيش اللعيبة بتاعتها وما تديش إجازات، قلنا يوم 30 مباراة الأهلي وبيراميدز في حالة تأجيل بطولة أمم أفريقيا. فعملت تكتب كده عشان الناس كلها تبقى عارفة الموضوع ده في حاله تاجيل بطوله امم افريقيا. تمام. لان الاجنده الدوليه من يوم 27 14 يوم من بدايه البطوله. تمام. فبالتالي احنا ما حدش بلغنا اصلا من الاتحاد او من الجهاز الفني على ان هم هيتجمعوا امتى. فبالتالي لما البطوله اتلعبت اتاكدت ان هي هتتلعب، جينا يوم 24/25 قلنا اخر مباراه هتبقى يوم 26، وان احنا ملتزمين بالاجنده عشان خاطر المنتخب الوطني ومصلحه المنتخب الوطني، ان احنا هنوقف من يوم 27. لان برضه انا مستغرب يا كابتن شريف ان الناس كانت بتطالب ان احنا ليه لعبنا مباراه فيوتشر قبل بيراميدز، رغم ان فيوتشر في الجوله السابعه وبيراميدز في الجوله الثامنه اللي احنا لعبناها. لو لعبنا العكس كان هيقولوا احنا ليه ما التزمناش بالترتيب بتاع الدوري.
يعني ان شاء الله نتمنى ان الناس تهدى كده يعني وما يبقاش فيه غلط في الكلام يعني اللي بيطلع. بيعجبني في الحاج عامر حسين ان هو مخضرم، يعني ايه؟ يعني عارف اللي جاي، عارف اللي هيتقال ايه. الراجل قال وانا بحط ان هي يوم 30 قلت في حاله تاجيل الامم عشان عارف ان هيجي واحد ما قاعد في استوديو ما ومشاه واحد هيطلع يقول ان المباراه كان المفروض تتلعب يوم 30، اذا القاعده واضحه. بس قال حاجه حلوه جدا وده اللي انا مستغرب ان ناس كتيره جدا بتغفله فبتوصل لنتيجه غلط وهم متعمدين يوصلوا للنتيجه دي. الراجل قال احنا لعبنا اخر ماتش 26 لان احنا قلنا بدايه الاجنده الدوليه يوم 27، فطبيعي ان خلاص طالما كاس الامم هيلعب نهايتنا 26. جه عم كروش اللي بعد كده قال ليه ما لعبتوش او كنتوا لعبتوا، ده شيء يخص كروش، هو يقول اللي هو عايزه، مش هو المدير الفني لمنتخب مصر، بس في النهايه يقول اللي هو عايزه، هو ليه ما يخصه. انما في انديه اخرى بتدفع ملايين الدولارات من اجل تحقيق بطوله وشيء تنافسي. لما انا عندي يوم 27 هتقول لي لا ما انت كنت ممكن لعبت بيراميدز قبل المعسكر طالما كروش عايز كده. مع احترامي لكروش انا نادي اهلي برضو، انت تحقق مصالح المنتخب انا معاك وحبيبك يا باشا وتحت امرك، بس بما لا يتعارض مع مصالحي انا. ليه؟ لان هو النادي الاهلي مش اللاعبين المصريين بس، عندك لاعب زي اليو ديانج، عندك لاعب زي علي معلول، عندك لاعبين محترفين من حقك تماما تتمسك ان انت مش هتلعب قصاد بيراميدز الا في وجودهم. يبقى يوم 27 بدايه الاجنده الدوليه كان هو الاحتماليه اللي الحاج عامر حسين قعد وحط صح. كاس الامم متاجل هنلعب يوم 30، ما تاجلش قصتنا الاجنده الدوليه عشان الفير بلاي لكل الفرق. واضحه ولا مش واضحه؟ انت قلت انا اعتبر واحد، بس هم اكتر من واحد بياخدوا الاتجاه ده. اكتر من واحد بياخدوا الاتجاه ده، هنشوف الاستاذ عمرو الدرديري وهو واحد منهم بياخد الاتجاه ده. نشوف الفيديو ونرجع نعقل. هو مباراه الاهلي مع بيراميدز هتتلعب امتى؟ بتاعت الكاس ولا دي خلاص لاجل غير مسمى؟ ما الاهلي يشد حيله. اتحاد الكوره بقى. اتحاد الكوره احنا مالنا احنا؟ ما الاهلي يشد حيله يعني. شد حيله في ايه؟ كل لاعب يعني شد حيله كده شويه. في ايه اكتر من كده يعني؟ لسه في مرحله المخاض. انت هتزعل قوي لو الاهلي شد حيله اكتر من كده. يعني بجد هتزعل قوي، هينهي الدوري زي كده ايام زمان من يناير. اللي هو ايه؟ الدور الاول خلص. يعني الاهلي هو متصدر الدوري وهو بيفوز على كل منافسيه 5-3، 5-4، 4-4، 3. وكمان عايزه يشد حيله، احنا كمان بجد عايزين يشد حيله كمان اكتر من كده، لان ما ينفعش نفقد نقطتين في 10 مباريات، وما ينفعش النتائج يبقى واقفين عند رقم 5، لان في ارقام مفضله بالتاكيد للنادي الاهلي. هو ده الاستاذ عمرو الدردير اللي كان عنده ازمه ايضا مع مباراه الاهلي والهلال السعودي، وسنتين بيتكلم عن الاهلي والهلال السعودي، ثم بعد ذلك قال لك الهلال ما جاش، احنا ما شفناش، مش ده الهلال اللي احنا نعرفه، ده الهلال اللي واجهنا كان اقوى من الهلال ده. بس كان بعد مباراه تشيلسي كان بيقول الهلال عمل مباراه كبيره امام تشيلسي. بس هو تقريبا بيتغير الهلال لما يجي يلعب النادي الاهلي، زي ما الاهلي بيتغير لما بيجي يلعب فريق بيراميدز وما بيشدش حيله. ما هي المشكله في حته يشد حيله دي، ما هو النادي الاهلي افريقيا ان شاء الله جمهوره هيفضل يهتف خلال البطوله دي ال11 يا اهلي، غيرنا بيفكر في الدوري بس وبعيد. الأهم كمان إن غيرنا دلوقتي يا ترى المرة دي هيقول الدوري أقوى ولا أفريقيا أقوى؟ ما هي كانت اللعبة كده، أنا خرجت من أفريقيا بس مشيت في الدوري يبقى الدوري أقوى، ماشي في أفريقيا والدوري بس ده ما بتحصلش يعني يبقى أفريقيا أقوى. المرة دي الله أعلم هتقولوا إيه أقوى، ممكن كاس مصر بقى يعني على حسب ظروفها. مش هينفع حتى نحط كاس الرابطة. لا كاس الرابطة لا، ما احنا كاس الرابطه للفريقين يعني. فاحنا بقى هنيجي نسمع ختاما كلام بيلخص لكم مصداقيتنا في الحوار وفيما يخص حتى النادي الاهلي في الغرف المغلقه ساعة على عكس اللي احنا قلناه ده. نسمع استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه وهو بيتحدث بكل شفافيه عن كواليس مباراه الاهلي وبيراميدز. هل كان في رغبه لتاجيل مباراه بيراميدز ولا ده ما اتكلمش في الكلام؟ ما اتكلمش في الكلام. مكالمه امبارح فيما تخص التحكيم في بطوله الدوري وتحقيق العداله للكل للكل يعني. بشكل عام النادي الاهلي لم يطلب تاجيل مباراه بيراميدز، وبيجي هنا البعض يقول احنا نتيجه ده كنا في مباراه سان داونز النهارده مضغوطين. انا معاك النادي الاهلي قد يكون ارتقى ان في كل الاحوال الامور يا جماعه المباراه ما اتاجلتش وانتم شايفيننا بنستعرض كل اللي احنا بنستعرضه ده،
ما بالك كان البعض هيقول ايه. الاهم بقى ان النادي الاهلي عنده ميزان، بس المشكله ان المنافسين مش موجودين في افريقيا، عنده ميزان يضغط بيه فيما بعد على نفس الواقعه، وان النادي الاهلي احترم جدول المسابقه زي ما هو عهده. بس في نقطه مهمه يا فارس، لو كانت مباراه الاهلي وصن داونز يوم 11 ما كانش هيدير النادي الاهلي او يقترب من فكره تاجيل المباراه ان هو قلقان من بيراميدز او خايف من بيراميدز، لان انا بالنسبه لي كان غير ادمي وموضوعي وما فيهوش اي تكافؤ فرص، وبالتالي خدمه الكاف وصن داونز لجدول المسابقه وللنادي الاهلي ان هو يواجه بيراميدز قبل فريق صن داونز، وعشان الكلام ده ما يترددش كتير المباراه كانت يوم 12. لكن عشان نكون موضوعيين، لو المباراه كانت يوم 11 في جنوب افريقيا كان من وجهه نظري صعب جدا يتلعب مباراه الاهلي وبيراميدز يوم 8. يعني ده مستحيل، وكمان فعلا انت بشوفت الرحله اللعيبه خرجوا من الملعب سافروا، فما بالك لو ده مش موجود. اخيرا قبل ما نطلع الفاصل، بس برضه عايز اذكركم ان يوما ما نادي ما في المسابقه المحليه خرج رئيس النادي بتاعه وقال انا اجلت الدوري بالكامل لحد ما انت ترجع يا فرجاني، ومش ده فرجاني اللي احنا كنا مستنيينه.